السلام عليكم خاوتي اخواتاتي، مرحبا بكم خاوتي مع ضيف جديد بحلقه جديده مع اخونا محمد من ولايه وهران اللي جاي يحكي لنا القصه تاعو والمغامره تاعو خاوتي كيفاش بلات مربوطي الى عده دول اوروبيه ومن بعد حل المانيا. من المانيا خاوتي عاودوا هبطوا للبلاد وبعد خاوتي هبطوا للبلاد عاود طاح لاوروبا. المهم راح يحكي لنا التجربه هذه كيفاش عاشها وش حاله وكيفاش. مهم هو اللي يحكي لنا هو اللي عاشها. مرحبا بك خويا العزيز واحكي لنا حكايتك. مهم السلام عليكم. الحاجه الاولى وعليكم كي راك داير خويا عمر؟ صافا لاباس؟ والله الحمد لله خويا محمد عايش الحمد لله يا رب. المهم انا حكايتي راكم تعرفوا كاع اللي جاوا الغربه يبغوا يشوفوا يديروا حياتهم يبغوا يديروا افونير. المهم ما عليناش، انا كانت في قلبي الغربه نحوس من 2015 نبغي نطلع نبغي بصح ما كاش كيفاه ما كاش درام نبغي نروح بصح غير نسمع صحابي يقلعوا كيفاه راحوا علاه راحوا نسمع الحرقة وين منك قعد نحوس عليها هاك وهاك. درت فيزا تاع تركيا 2016 رحت لتركيا. الدعوة صعيبة شتها دعوة صعيبة باللي ما غاديش منجيش نروح انا عارف يعني حياتي ما غاديش تسوى اكثر ما فاهمني يعني حياتي تسوى بزاف. عاود وليت قعد كان نشوف في تركيا شتها ما كاش قعد دخلتها تحواس ومنه ومنه هوت للبلاد. كي هوت للبلاد تغيرت علي الامور شفت تركيا كي عايشين الجزائر قلت ما يعني رحت غير تركيا تبدلت عليا حياتي. خرجت غير تركيا من تما زدت عولت زدت درت لافوس قلت ما نقعدش هنا. عاود درت فيزا قعدت عامين عاود درت فيزا تاع تركيا بغيت نروح ما رحتش درت غير فيزا وصاي خليها ما عليناش. المهم قعدت نحوس 2019 في رمضان كانت كاينه كورونا وكان يقول لك لي روح لاسبانيا ما يرجعوش لي حكموه ما يرجعوش. تما مليحه الناس راحوا بزاف انا نقلها البوتيك كان رحت ب 45 مليون رحت في الموتير 250 والسمين جيت 700 مترات. المهم وحدين يسكنوا في وهران المهم شافوها لي ما خانا. المهم ما كانش عندي درام تما واجدين كانت كاينه السياره قالوا لي يا خويا احنا نعرفوك السياره راهي عندك في الدار احنا نروح انت كنت على اسمي تما كتبتها فهاديك نقلها بالجمعه خلص عندي 500 كتبها لي واحد على اسم بويا برا كتبها لي الدراهم كلشي يتمشى والله عطيتها 500 متر كتبها على اسمها بويا قال لها نهار الحد اروح لاميري تدي الوراقي وكاع اوكي ماشي مشكل. قلعنا نقلها بالسبت قلعنا مع المهم قعدنا 3 جو في بوستر كنا بنقلعوا هذاك النهار كانت كاينه النو في رمضان عاود قلع كان جو تاع رمضان عاود بغينا نروحوا دوزيام جور قال لك ما كانش لي جوندام راهي مخلطه قعد عند السيد مسكين الله يحفظه كلينا شربنا وكنا ما بغيتش نرجع للدار كانت فيه خرجت من الدار ما بغيتش نعاود نرجع راك تشوف والدتها تبكي منا قلت انا فات فيها ديماريت ما نعاودش نرجع حتى نركب باش نولي ما عليناش. تروازيام جور قعدنا بزاف يومين في الدار عند السيد ما قلعناش نقلها قلنا لها اليوم نركبوا قالنا مانيش عارف ما بغاش يخبرنا وحسينا باسكو علاه جاب اديداس تاعها في بوسه حسينا بصح قلت بالك ما ديتهاش. تاع الصباح جات تطبع علينا احنا رقدنا على 3 في رمضان تعرف ما نرقدوش بكري جات تطبع علينا كنا لا شكاين قلنا يتقلعوا قلنا لما خبرنا قلنا حظ وخداع ما بغاش يقولنا ما عليناش. جا صلينا ركعنا صلينا في رمضان صلينا زوج ركعات دي مارينا جاو رفدونا باللوطو داونا البوسفور قارنا وحدين لقينا وحدين يقارعونا تماك وزادوا جابوا وحدين. المهم قعدوا زوج بوطيات في اللاش يعسوا راح نحسن نطح صياده هما رايحين جايين يعسوا في لاماري رايحين جايين ما عليناش. بعدك رفدنا قلنا رفدوا بواده رفدنا بواده كل واحد رفد زوج حطيناهم في حطيناهم في الشط. بعدك جا هذاك الموتير دخلنا من الداخل قلعنا نورمال ما كان والو مشينا واحد نص ساعه ولا ساعه شفنا لامارين في الطريق بصح ما كانوش قريبه كانوا بعاد هما شافونا سير بغاو يلحقونا ما نجموش موتا 250 راك تعرف. المهم دار واحد الشارع على وجهه راحت مشينا بس المهم موتور جديد ماتريال جديد ما كان حتى مشكل البحر كالم. حطنا في اسبانيا هذيك سارخوسي. ويا محمد نقطعك برا قول لي شحال كنتم بنادم يعني داخل السريع هذاك؟ ما كنا 19 واحد ديجا الفيديو راني طالع في 19 واحد و45 مليون وانا خرجوا لي 45 مليون كاين ناس كثر كاين ناس قل على بالي. المهم 19 واحد ومازال يزيد يرفد 7 مترات والله 7 مترات سميني جيت 7 مترات موتور 250 تما كي دمر به يطلع بينا كاع يبغي ينقلب
باسكو الا عندك لا شارج تزيد عليه تزيد عليه 10 بني ادم نورمال. رحنا بيه نورمال دخلنا للشط حطنا في الشط مقطرة الخلع اللي ما امنش بلي انا وصلت لاسبانيا كانت في قلبي بصح كي شت اسبانيا ما امنش فاهم في قلبك تحوس عليا تحوس عليا لا بريمير فوا جيك بيزار مقطرة الخلع لقيت كرطابي قصتها في الشط وقصت روحي انا حسيتها وصل للشط هو ما وصل مزيان شي 12 نعوم وصل لي هنا شويه الماء وكنت لابس قشي غبنت باش خرجت قعدت نعوم هما وحطهم في الشط ورجع المهم انا دخلت للشط هو كي رجع داوها مورا وحدين تما كانوا مش عارف شكون بوطي صغير داها مورا المهم ما حكموش راح وعاود ولا الجزائر انا سمعت بلي ولا الوهران وبعد ما علينا دخلنا تماك ما نعرفوش الطريق نروحوا هاك نروحوا هاك نروحوا هاك لا ما با ما قلناش وين تروحوا لا غوش لا دروات قعدنا غير نتمشوا على الله طلعنا واحد الجبل جاي كيما هاكا نطلعوا يعاود يهود باسكو عمرت كاع ما الحمد لله بدا دقيقه شي وحاشاكم اديداس قعدت تما قعد نشمخا قعد نزل الجنود نزل الجنود شافنا واحد المغربي الله يديك على خير الحمد لله قالنا حزوا لا كذاك الكوارديا سيفيل شافونا كي كنا طالعين في الطريق وما في الجبل ياسوا شافونا طالعين مع الجبل ولا خبروهم الناس راه محراقه هما جاو هاوديين كي قالنا الكوارديا سيفيل حنا عاود نقزنا الحيط خزلنا حنا حسبناهم راحوا حنا عاود نقزنا الحيط عاود تمشوا هما داروا الدوره عاودوا ولاو طلعوا حكمونا حبسونا كنا شحال حنا تماك واحد الخمسه ولا سته وهذوك تفركتوا الناس راحت وحدها حنا واحد الخمسه ولا سته قعدنا تماك واحد المعسكري قعد خازن ما شافوش جاو عندنا من ما عرفنا والو حنا صايمين منا قلنا لهم حنا مين قلنا حنا المغرب ما بغيتش نقول لهم حنا من الجزائر خدنا اللي قلنا ما قلنا المالوكا كايدين هكا زعما ترجعوا للبلاد انا من كثره الخلعه كيف راني مخلص 50 مليون هذا ونحطيت بترجعني للبلاد ما كاش منها انا ريسكيت بحر تبي ترجعني ما عليناش لعبتها لو ما انا عاقل واحد قلع لهم سرواله قال لهم انا ما نروحش في مضروب بالخدامه وكاع خافوا هما ما بغاش طلعونا في اللوطو كيف كان الكورونا قالنا روحوا تمشوا وحدكم بابا واحد 30 كيلو ولا هكا تعب مشي ما بغاش طلعونا خافوا ما عليناش داونا كاع تليفوناتنا كنا خمسه هكا داونا كاع تليفوناتنا ما عليناش كاع نتمشوا هما مورانا باللوطو وحنا نتمشوا 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 من بعدك انا خممت قلت انا وراهم تايني مانيش عارف بيرجعوني ما يرجعونيش انا سمعت ما مش يرجعوا بصح ما درتش امن ما درتش الامان راني مخلص دراهم راني مخلص مليون ولا جملايين ولا مخلص 50 مليون انا هربت هما واحد جمع لهم باش يروح جمعهم قاروا قالوا له تمشي قال لهم لا انا مشي انا داروا فيها الامان قعدت معاقل ما زقيت ما دابس ما والو انا نخطط في راسي وقعد صابر معاهم وما نساوني انا هربت وما مدى ما حسبوش انا هربت بعد قاعد يتمشوا شافوا واحد ناقص انا المهم ناقص هذه الغابه ما عرفتش قاعد الغابه لا فيها حفره لا فيها واد لا والو المهم انا هربت خزنت قعد كي باكا انا نشوف فيهم هما ما يشوفوش فيها سكو الحشيش انا نشوف فيهم وما يشوفوش فيها نسمع صحابي يقعد 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 واحد يقول لك خرج خرج انا لعبتها كاع ما كاش قعدوا واحد الساعه هما يقارعوا تما كيقارعوا يقارعوا بداك الاخرين لحقوا البوليس كواردي سيفيل الزوجين لحقوا جابوا الاخرين تماك طلعوهم في لوطو خافوا اللي جاو يهربوا طلعوهم كاع في لوطو داوهم درك انا وحدي ما عرفش نروح هاك بلا تظلام الظلمه انا ماشي كالي ديجا كنت صايم وماشي كالي جيعان بزاف كتلتني السامج بزاف نتمشى طلعت للجبل قعدت نخمم يا ربي من نروح من نروح شفت واحد فايت هذاك المعسكري اللي كان خازن خرج تما قعدنا غير انا وهذاك المعسكري زوج قعدنا نعيط له قاضي قاضي من تحت هو غادي يشوف شكون راه يعيط لي انا في اسبانيا يعيط لي قاضي فاهم الدار قاعد يشوف قال لي ما حكموكش قلت له انا ما حكمونيش راني هنايا جينا ريحنا في غابه كي ندير نهربوا نخرجوا قال لي مادام غادي تطلع علينا الظلمه غادي نهربوا صافي نخرجوا ولي فيها فيها تمشينا في مشي في الطريق مشينا في الشط في الرمله كيما الناس تمشوا نتمشوا 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 قلت لك واحد 30 كيلو هكا 30 كيلو مشينا كاين فليتشات في الجبوله يقولوا لك الطريق قاعد تمشي نتبعوا فليتشات نتبع خرجنا في مدينه صغيره في المير مش عارف الميريا ولا مش عارف يسموها ما عليناش خرجنا تماك جيعانين دخلنا سوبيرات ما نعرفوا دراهم شحال تاع صبا تاع اللورو ما نعرفوا يرجعوا الصرف ما نعرفوا 50 ما تعرف والو لا بريمير فتح كندرهم اورو دخلنا سوبيرات ما نعرفوش نهضروا بدنا بدنا شرينا كلينا باسكو ما نجمش بعدا قاعد احنا في الشط والله العظيم شوف سبحان الله كي تلقى الخير جات وحده اسبانيوليه ما تعرفنا
ما نعرفوها ما والو، جات حطاتنا جوج قرعة تاع ما، عرفتنا بلي جا حراقة وحطاونا جوج قرعة تاع ما. حنا في الجزائر يعطي قرعة ما تشربوها 10 تاع الناس، هي جابتنا قرعة قرعة، جابتنا واحد الطون هكا ليه ليه، بعدك عطاتني 15 يورو باش تشوف. ريحنا مور الغابة، مور واحد واحد اللوح هكا كلينا، ما بغيناش ناكل قدامهم. بعدك صاي نروح شوية ولات لينا، قعدنا نتمشوا. بعدك سقسينا لهم قلنا من البوس قيساش، قالنا من البوس ما كانش حتى الغدوة على 9، باسكو كانت كاينة كورونا، كان كاين بيس واحد ما كانش كل يوم، وواحد على 9 تاع الصباح. درك انا تليفوني ما عنديش، ما عندي ساعة، ما بلاش الوقت كاع شحال راح. سقسيت انا واحد، لقيت واحد نيجرو افريكا تما، هو اللي يهضر شوية فرونسي فهمنا، قالنا وما كانش. المهم ما عليناش، قاعد نتمشوا، ريحنا نتمشوا نتمشوا نتمشوا، ما بين لما تطلع غدوة تجي. خزلنا في واحد تاع الماء اللي فوق اللي خرجوا الماء في الشط في الرملة، خزلنا تحته، قعدنا مريحين، كتلنا البرد، برداني كي نديرو كي نديرو. شعلنا نعقلها الجلدة تاع التليفون، شعلناها ودناها تحمى في واحد الحشيش، وهذيك الشجرة شعلت دخان خرج. اول درنا كارثة، جينا زعما ندفوا رواحنا، درنا كارثة، شعلت ولا الدخان هكا يخرج. شافوها لا مارين على الشط، عيطوا لا بوليس، لا بوليس جاي، حنا هربنا. قتلنا البرد، قلت يا ربي حكموني لا بوليس وما نقعدش هذا، ما نجمش ما نجمش الليلة ما نجمش. دخلنا واحد الدار لقيناها مبلعة ولا مش عارف، حلينا الباب ما بغاش تحل الباب، نقزنا في البالكون، قعدنا مريحين في البالكون مريحين. 6 تاع الصباح خرجنا، قعدنا نتمشوا، الناس خدامين رايحين جايين، لقينا مغاربة بزاف هذيك البلاصة، قالوا لنا حرزوا لا بوليس راهم يدوروا، حكموا تاني اللي مبروطي الصباح دخل، ماشي مشكل. دروك ما نعرفوش، خزلنا في الشط، عاودوا لينا الشط، قعدنا خاصين. دروك انا الساعة ما على باليش، لا راهي 8 ولا راهي 7، والبوس يجي على 9، لو كان تروح لاكار تخاف يجي يطيحوا عليك. تما درقوا تقعد هارب ما تعرفش الوقت ما يتحاصل. درك قعدت انا وصاحبي، عنده هذا التليفون، هذاك مع الصغري قعدت عنده تليفون، باسكو قلت لك نقص ما حكموش. ما علينا، بعدك هو ريح في الكراسه، قلت له روح، هو لا باغي يريح لي في الكراسه، ريح في الكراسه. انا طليت عليه، شفت لا بوليس جاو شافوه، هو هرب، انا استم حكموه، انا درت في راسي حكموه، باسكو طليت ما لقيتهش. بدات لقيت واحد اسبانيول، قلت لها هكا، قالت لي ساعه، قلت لها ما نعرفش وريني. شفت الساعه لقيتها 8 والبيس جاي على 9. بعدك رحت في لاكار، قعدت مريح خايف نقعد ما نروحش، عاود قلت لا ما نريسكيش بروحي. قعدت فوقه، واحد الشجره طلعت فوقها وقعدت نعس. جا البيز، كي ديت معايا، المهم ديت معايا 50 اورو خوتي، وتعد تقول ما ندوش الدراهم وقعدت تنغبن، تنغبن تنغبن، ديت معايا 50 اورو. المهم جرجرت، جا هذاك البيس طلعنا فيه، جا هذاك صاحبي هذاك مع السكري، قلت له ما تداوش، قال لي ما تداونيش، خلصت عليا وحده تيكي تماك تاني افريكا مانيش عارف. المهم خلصت عليا مسكينه 20 اورو تيكي، وما كانش عندي التليفون، قلت لها عطيني نهضر مع بويا، طاحتني مسكينه هضرت معاه في الجزائر. المهم قلت لها راني حي ما تقلقوش، وراني وصلت، راني كي ندبر التليفون نعيط لكم. من الميراي رحنا لمورسيا ب 20 اورو، واحد البوس دانا ب 20 اورو. حبسنا في مورسيا، ما نعدروك لي بيس ما كاش، بغينا نروحو تيرك برشلونه، قالوا لنا ما كاش، قالوا من مورسيا تروحوا لاليكانتي، واليكانتي تروحوا لفالنسيا فيها تما ماشي ديريكت. قال لي عندي ولد عمي في اليكانتي تروح معايا، قلت له اوكي انا جاي صحابه اوكي ماشي مشكل. خلصنا في شحال شحال مش عارف شحال دانا من مورسيا لاليكانتي، المهم فيها واحد الساعه ونص هكا تعطل ولا زوج سوايع، ما عليناش. خلصناه وصلنا لاليكانتي، تمشينا، درك هو ما يعرفش وين، ما عندهش بيس، عنده تليفون، وحنا شرينا بيس، درنا لابيس تاع التليفون، عيطنا لولد عمه كان راقد، بقينا نعيطوا له نعيطوا له، ترفد علينا وراكم، قول لنا هاو رانا بلاص اوران، بلاص تسمى بلاص اوران في اسبانيا في اليكانتي، قلنا ها روحوا عندي، رحنا عنده للدار. المهم انا دايت راسي نقعد عنده دي جور ولا كان جور، قال لي روح معايا ما كاش مشكل، هذا ولد عمي، وبعدك نقدموا في رحمه. قلت له اوكي. دخلنا، السلام عليكم، سلام في رمضان. المهم هذيك الليله فاتت نورمال، كلينا رقدت، ما عنديش تليفون. بعدك رسلوا لي تي دراهم في الكونت تاع السيد اللي كنا عنده في الدار، رسلوا لي دراهم عنده، كنت نهضر بالتليفون تاعه، المهم عطاوني الكونت تاعه، رسلوا لي دراهم، دبرت تليفون 200 اورو شريت، وليت نهضر نهضر مع صحابي، راني وصلت الحمد لله، منا الوالدين ما عليناش. من بعدك داروا الدروك هذوك، داروا عليا ولا يقولوا لي هذه ماشي داري، انا كاريها وديني دراهم. قلت له لازم اجيت معاك، راك تعرف بلي ما عنديش دروك،
قال لي خويا انا وخاطيني، قال لي ولد عمي ثاني دراهم مشي تاعه هو تاعه السكنه، ما دابا تحلمت بلي السكنه تاعه ما باش يبين لي ما يبتاش عاد كري. قال لي ثاني ثاني 50 اورو، عطيته 50 اورو. بعدك ولا ويدي رحت الصالح شغل حسيت مشي مشي مدلول، بصح حسيت روحي زعما مشي لازم معاهم ثاني شغل معاك بالحيله، انت جيت معاه بنيتك منا بعدك قول لي خويا شكي نورمال ما تلعبها ليش السكنه مشي تاعك ما علينا. وقلت لك قعدنا في الدار هيا حاول يحشي منا ما عليناش. عيط هذاك المغربي اللي دخلنا من المرسيه الاليكانت، عيط له قلت له قال لي كاينه طالعه اليوم لفرنسا تروح، قلت له ماذا بيا نروح ما نقعدش انا هنا، انا ما جيتش ندير في راسي نقعد في اسبانيا، اسبانيا عجبتني شابه وكاع بصح ما فيهاش دراهم ما غاديش تريح ما عجبتنيش ما عليناش. تلاقينا في اليكانتي، من اليكانت داني من بعد هما مش عارف ما داواش ولا حشوها له الناس ما جاواش. قال لي محمد خويا نوصلك في الفالونس، قلت له فالونس انا ما نعرف تحطني في فالو تحطني منها ما نعرفش كيف نركب منها. قال لي هاك كيف كيف راه دخل سقت لي وما كاش البيس دروك كاين غدوه تما دخلنا على العشيه الرابعه كاين دروك راني خالص بنعاونوا لي اليفا. قلت له نقعد هنا، قعدنا في البانهوف في لاجونس الحمد لله، قعدنا في لاجونس قاعد منا حتى الغدوه البرد في لاجونس. المهم في لاجونس يبلو لا السبعه ولا سته تلقى تخرج ما تقعدش ما تقعدش في لاجونس. خرجت قعدت في هذا الجاردن مريح تما مريح 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 طلع. المهم هذيك الليله زادت فاتت عليا كحله البرد، تحس روحك ميت ديال تاني حسين مش منجم ترقد، تاني حسين مصبت منجمش ترقد بالبرد. الصباح دخلت لاجونس قعدت نقارع البيس كان عندي على 10، جاو على 7 تاع الصباح لابوليس دخلوا البانهوف قاعد يعسوا لاجونس قاعد يشوفوا يشوفوا يشوفوا. قالوا لي باسبور منا، قلت لهم عندي والو، راحوا خلوني ما هضروا معايا ما قالوا لي والو راحوا. من بعد ذاك جاو وحدين على 9 ولا بابي بابي، قلت له ما كاش بابي طلع نو نو سبيك نو سبيك ما نعرفش انجليزي يعني قلت انا هضر فرنسي ولا. المهم قال لي ناين نو نو، داونا الكوميساريا قالنا نروح معاه لانه خفت تما غير تسمع لا بوليس تقول الجزائر، غير تسمع البوليس يداو تقول الجزائر. داونا لاجونس لا بوليس تما بصموني غير بيد وحده مشيت 10 قالوا لي بصمه تاع يد وحده. بعد عطاوني ورقه قالوا لي روح، انا فرحت روح شغل ماشي مامن. قلت لهم هي شغل وليت نتقلش، قلت لهم لا تمدوني، قلت لهم نو ما نعرفش الطريق من على التليفون. قالوا لي روح وحدك، انا فرحان فهذيك فرحه تحرى وحدك. رحت وحدي نتمشى نتمشى دخلت البانهوف شريت هذيك التيكت تاع تاع البرشلونه، رحت البرشلونه ديريكت من الاليكانتي لبرشلونه من الفالونس لبرشلونه. قعدت في برشلونه دروك انا البيس من برشلونه قالوا لك برشلونه يحرقوا منها استغفر الله يا ربي كيف يقولها ساراغوسا، من البالون ساراغوسا ساراغوسا قال لك تحرقوا من برشلونه. وصلت ساراغوسا بدك عنده في البانهوف ما نعرف والو، لقيت وحدين جزائريين تماك وكم رايحين قالوا لي احنا رايحين لبرشلونه. قلت لهم انا كي بين نروح لفرنسا، قالوا لي صاحبي بغيت تروح فرنسا اقعد معانا ندوك فرنسا ندخلوك ماشي مشكل حنا نعرفوا الطريق وكاع. تلاقيتهم يسكنوا في العامريه هذه ما عليناش، قعدوا معايا مساكين هذا فري رجال قعدوا معايا. بعدك جاو لابوليس شافونا قالوا لي هذا التيكي اللي راك جاي بيه من الفالونس لهنا قالوا لي قطعه ما تخليهش، خاطر لو كان يشوفوك جيت من الفالونس يعاود يرجعوك الفالونس. قالوا التيكي اللي عندك قطعه باش ما يعرفوكش مين جيت. قطعتها في قطعتها في جيبي فتشونا ما بقاو عندنا والو، هذيك ورقه تاع تاع لي بيرتا هذيك بلي تتمشى بها نورمال عندك حق. طلقونا قلت لهم انا دروكني قلت لهم يا صاي غدوه نتلاقوا. قالوا لي كيف غدوه نتلاقوا؟ قالوا تروح معانا وين معاك تروح معانا للدار ماشي مشكل، وغدوه الصباح نعاود مساكين داوني للدار. ولقيت واحد تماك عرف يسكن في حومتي سبحان الله مسكين. المهم هذا السيد مات ربي يرحمه، دخلت معاهم كلينا شربنا قعدت معاهم حتى الغدوه من ذاك بصح ما درتش فيهم الامان فاهم، باسكو شفتهم ياكلوا الدواء ياكلوا قشيه قلت له هذا كيف غادي يوصلني لفرنسا فاهم. انا الحمد لله مانك ما خفت يعني ما تكذب واحد ما يعرفش غادي يخاف على روحه ما عليناش. روح غدوه الصباح من تماك رحنا لساراغوسا، من ساراغوسا رحنا لبرشلونه. في برشلونه كاين واحد لاجونس هذيك تاع برشلونه كاين واحد التران تحتها. المهم ركبنا واحد التران دانا سا سيباستيان نورمالمون كيما هكا، كاين واحد المغربي تماك في قهوه كاين قهوه تماك في هذه الفيرمه واحد واحد البلاصه كيما هكا فيها قهوه. تلاقينا هذاك المغربي قالنا ندخلكم شحال 30 اورو الواحد، هما قالوا لنا 120 كل واحد قلنا 51 قلنا 30 اورو كنا حنا ربعه فينا 30 اورو دخلنا نورمال
حوت تاع اسبانيا شافوه منا ما هضروا معانا من دخلنا. كاين 3 براجات من الزهر ما لقينا حتى براج. بدك هاكا وحشها لنا، حطنا هنا قالنا تاي من نار في البيس تاي فرنسا، قالنا بيس بيربينيون، قالنا تركبوا غير هذا البيس يديكم بيربينيون بالخف. وصلنا تما قعدنا حنا مريحين في لاجونس نقراو. بدك جا عندنا واحد، شوف والله العظيم ما راني نكتب، جا عندنا واحد باللي خي نقي الارض جزائري بصح ما يهدرش فرونسي ما يهدرش عربيه بزاف. قالنا هذا وين داو وحدين منا، ما تبقاش تقعدوا في هذه لاجونس، ما تقعدوا روحوا هربوا. هيا ما نعرفوش تمشينا، نتمشوا في الغابه، نتمشوا في بيربيني واحد 40 كيلو هكا ولا شحال بهذيك المدينه بيربيني. جات وحده باللوطوطها فرونسيز شافتنا نتمشوا درنا لها ستوب، حبست لنا مرا والله لا مرا حبست لنا وطلعتنا في لوطوها وداوتنا حتى لاجونس تاع مو هذيك البيربيني، وزطاتني 20 اورو مسكينه وراحت. والتيكي باش من بيربينيو تروح بيها انا كنت باغي نهرب وصايب ما نقعدش في بيربينيو، باسكو بيربينيو قالوا لي محروقه ومن تخاف يحكموك البوليس يرجعوك يرجعوك سيبري يرجعوا. وصلنا لبيربينيو بغينا نشرو التيكي تاع مارسي ولا ليون، المهم نخرجوا تلقينا تاع مارسي 80 اورو وانا ما عنديش دراهم، قلت لك انا الطريق كملولي تاع تشري تاكل ما درتش حسابي. المهم دبرنا تماك مساكين عاونونا عطاونا، شريت بي ديريكت ليون. ليون قعدت خازن ما بغيتش ننزل مترا، راح بيا ديريكت باريس. كنت نهضر مع صاحبي في باريس الله يدوك على خير، قال لي محمد وراك، قلت له راني في كاردو ولا هذيك مانيش عارف. جداني باللوطو قعدت معاه 2 موا ولا 3 موا في فرنسا، ما عجبتنيش فرنسا خويا ما نكذبش عليك، فرنسا قلت هذه اللي نحوس عليها، قلت انا نرجع للبلاد ولا فرنسا باربيز وهذيك ما عجبتنيش خويا. شغل اللي كنت داير في راسي ما لقيتهاش، هذه هي باربيز هذه هي فرنسا تخموا عليها ماشي. خويا محمد نقطع الحلقة الأولى هذه ومن بعد نروح الحلقة الثانية تحكي لنا بعد نوصل فرنسا وكيفاش وكيفاش، وما نقول لكم خاوتنا ربي يحفظكم وتبعنا في الحلقة الثانية راح نتفاهموا كل شيء، بقوا معنا.